دي بقى بالامراض عامه اللي بتحصل بسبب مرض السكر على العين، هي بس الشبكيه ولا في امراض تانية؟ السكر من الحاجات اللي بتعشق العين، يعني احنا دايما كده كنا بندرس في الكليه ان السكر بيأثر على 3 حاجات، بيأثر على الاعصاب وبيأثر على الكلى وبيأثر على العين. تمام. مريض السكر لازم يعرف ان السكر بيهدد عينيه كلها، من مش بس الشبكيه زي ما حضرتك ما بشكل قلت عام. بالظبط، من اول الجفون. دايما مريض السكر بيبقى عنده فرصه ازيد انه يجيله التهابات كتيره في الجفون، ويجيله كمان اكياس دهنيه في الجفون. تمام. مريض السكر عنده مشكله ان هو نتيجه نقص المياه في جسمه ممكن يحصل له جفاف شديد جدا. مريض السكر بيجيله ميه بيضاء اسرع من المريض العادي، يعني لو عندنا 2 اخوات عايشين في نفس الظروف وعندهم نفس الجينات، تمام. تلاقي دايما لو حد فيهم عنده السكر بيجيله ميه بيضاء اللي هو الاعتام بتاع العدسه اللي حضرتك كنت اللي احنا بتتكلمي قلناه عنه في في الاول. الانترو، تمام. قبل اخوه اللي ما عندوش سكر. طبعا بقى نرجع للشبكيه، السكر بيعشق الشبكيه لان الشبكيه من الحاجات اللي مليانه بالاوعيه الدمويه. ولو عرضنا الصوره رقم 1 اللي انا حاططها مع الاعداد هنشوف ان الشبكيه مليانه اوعيه دمويه. هي دكتور على والسكر الشاشة، بالظبط دي شبكية العين. دي شبكيه العين، وانا عايز اخلي الصوره موجوده شويه عشان عايز افهم الناس يعني ايه شبكيه. اشرحها لنا فعلا. الشبكيه عباره عن الفيلم الحساس بتاع العين، يعني لو تخيلنا ان العين كاميرا، الكاميرا دي لازم لها يكون فيلم عشان يسجل الصوره وعشان يبرمج الصوره او عشان تمام خاطر يخزن الصوره، هي دي تمام الشبكيه. الجزء المضيء في الشبكيه هو ده العصب البصري تمام اللي على الناحيه اليمين. الجزء اللي في النص هو ده مركز الابصار بتاع الشبكيه. الشبكيه زي ما حضرتك شايفه نسيج مليان بالاوعيه الدمويه، هي كلها دي شعيرات كل دموية دي او شعيرات اوعية دمويه. دموية. فالسكر بيعشق الشعيرات الدمويه بتاعت الشبكيه لان هي اوعيه دمويه صغيره. لو عرضنا الصوره رقم 2 هنشوف منظر للشبكيه بتاعت المريض اللي عنده سكر، هنلاقيها حصل فيها تغيرات كتيره جدا لكن جدا. اللي احنا شفناها دلوقتي دي دي الشبكية الشبكيه بشكل عام، الطبيعيه، هتلاقيها دي طبيعية. الصوره الطبيعيه اهي للشبكيه. الصورة لو يا دكتور بصينا على المنظر اتفضل. ده هنلاقي منظر مختلف تماما. انا مش عايز اخش في تفاصيل مش هتفرق قوي مع المشاهد، لكن زي ما احنا شفنا المنظر التاني كانت الاوعيه الدمويه واضحه كويس، مفيش ارتشاحات فيها، لكن هنا في ارتشاحات كتيره وفي تغيرات شبكيه سكريه خطيره جدا جدا. وهنعرف دلوقتي ازاي هنعالج الكلام ده وازاي ما يجيلناش يعني الكلام دي ده. المنظر ده او الشكل ده بسبب، يعني ده تأثير السكر على ده شبكية العين تأثير بتتحول السكر بالشكل ده. بالظبط. طيب شبكية العين يعني لو شرحناها اكتر، يعني بنشوفها ازاي؟ احنا دلوقتي واحنا عينينا موجودة بتتشاف كده بوضوح، ولا دي حاجات بقى لازم نركز فيها؟ لا الشبكية هو جزء داخلي جوه العين، جزء داخلي. مبطن لا للعين. يعني ايه اللي بيظهر لي من على الوش؟ يعني ايه اللي ايه يبان اللي ان العين بيشتكي الشبكية منه؟ اتأثرت؟ يعني ايه اللي الاعراض يعني بشكل تمام، تاني؟ مهم قوي نعرف ان مريض السكر، ودي رسالة عايز الناس تفهمها كويس قوي، لان تأثيرات الشبكية نتيجة السكر واسعة جدا 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 اللي هي وكتيرة. تأثير السكر على الشبكة. بالظبط، العيان غالبا مش هيشتكي غير لما يحصل له مضاعفات، وهي دي الكارثة. يعني ما فيش اعراض واضحة من يعني بداية تأثرها ما بيبانش حاجة. هقول لحضرتك دلوقتي، العيان مش هيبتدي يشتكي غير لو حصل له مضاعفات. تمام. خلينا نفرق ما بين مرحلتين، ان المريض في الاول بيحصل له تغيرات، التغيرات دي لو ما اتعالجتش كويس بيحصل له مضاعفات. تمام. المشكله الكبيره ان هو العيان مش هيشتكي بحاجه في فتره التغيرات، يعني الشبكيه عنده بدا يحصل فيها تغيرات، بدات ترشح، بدا يحصل بدايه نزيف، العيان ممكن ما يشتكيش من حاجه خالص خالص، كل ده ما يحسش كل بيه، ده يعني ما ما فيش يحسش بيه. اعراض واضحة. يعني دايما حتى كده بقول للمرضى بتوعي، انت ما تستناش لما تشتكي، انت لو اشتكيت هتجيلي بمصيبه، هتجيلي بمضاعفات، لان كل التغيرات دي ما بتاثرش قوي على قوه الابصار، بتاثر على جوده الابصار. فعشان العيان ينتبه ليها محتاجه ان يكون عيان اي كيو عالي قوي، واخد باله من نفسه قوي، مركز قوي. والعيانين عارفه اللي هم بيبقوا واخدين بالهم قوي من التفاصيل الصغيره. في عيان كده يجي يقول لك انا الميه نص ربع بيضايقني، ويقعد يروح له، يعني يروح بيجي للدكتور اكتر من 3 4 مرات، وكل مره يتصور ويحاول مش عارف ايه عشان بس ماينس ربع. في تمام. عيان تاني ممكن يكون -5 او -6 ومش مش حاسس حاسس بحاجه. او مش مهتم. فمعظم العيانين مش بيحسوا بمشكله في فتره التغيرات الشبكيه السكريه، غالبا بيحسوا او بيشتكوا في فتره المضاعفات. المضاعفات، ايه بقى اللي بيحصل في فانا عايز المضاعفات؟ العيان، انا اقول لحضرتك، انا عايز العيان ياخد باله ان هو ما يستناش لفتره المضاعفات، تمام. لان المضاعفات، وده سؤال حضرتك، كتيرة قوي، زي نزيف الشبكية، زي انفصال في الشبكية، زي تكون أنسجة على الغشاء بتاع الشبكية اللي هو ممبرين أو غشاء. ففي الفترة دي بيكون العلاج صعب جدا، بيكون العلاج عمليات كبرى جدا. غالبا بعد العلاج النظر ما بيرجعش زي قبل المضاعفات دي، بنفقد جزء من أبصارنا وما بيرجعش تاني، لأن زي ما قلنا إن الشبكية جزء حساس
ما يفقد منها لا يعوض. يعني المضاعفات تؤثر على النظر حتى يعني لو تم العلاج يتم طبعا، فقدان جزء طبعا منه طبعا طبعا حتى مع العلاج طبعا. يعني ده معناه ان مضاعفاتها قويه جدا، يعني لازم يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول يبقى مرحله ان العيان التغيرات ما تبقى يستناش لغايه لما يشتكي. للاخر. طب ده ازاي بقى؟ وانا عاوز اوجه رساله للناس، لاهلي وحبايبي، اي حد سنه فوق 50 سنه وعنده السكر، او حتى لو عنده سكر من النوع الاول وده طبعا مشكلته تبقى اكبر شويه، في حاجتين مهمين جدا جدا لازم تعملهم. الحاجه الاولى، كل يوم انا عايزك تقاهد عندك في البيت ساعه او منبه او برواز او حاجه، وكل يوم يعمل اختبار بكل عين لوحدها ويشوف شايف ازاي، وشايف يعني بكل عين زي التانية ولا لا. ليه؟ كتير جدا بيحصل ان عيان يحصل له تغير في الشبكيه في عين، بس العين التانية سليمه ما بياخدش باله. يعني هي ممكن تحصل في عين واحده مش طبعا، في العينتين. وده من رحمه ربنا بينا طبعا. طبعا طبعا. فتلاقي عين بدأ عماله تتدهور 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 لغايه لما يقوم من النوم الصبح في يوم مش شايف بيها اصلا. ساعتها بيحس بالفرق. طبعا. لكن لو هو كل يوم بيعمل اختبار لنفسه وبيبص، اول ما يحس ان في عين غير التانيه، او يحس انه مش شايف النهارده مش زي امبارح، لازم على طول يجري على الدكتور. تمام. النهارده مش بكره مش بعده مش الاسبوع الجاي. ما ياجلش. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، ان اي مريض سكر لازم كل يعني كل 3 او 6 شهور على اقصى تقدير يتفحص فحص قاع عين، يروح لدكتور متخصص في الشبكيه يعمل له فحص قاع عين لو حتى مش بيشتكي من حاجه. احنا ده كله بنتكلم ان العيان مش بيشتكي من حاجه. العيان اشتكى وهنعرف دلوقتي هيشتكي ازاي، لازم في نفس اليوم يتفحص. لكن المريض، لكن انا عايز الحقه قبل ما يشتكي، لان زي ما قلت لحضرتك اتفضل، ان انا لو لحقته قبل ما يشتكي هيكون لسه في مرحله التغيرات، فالعلاج هيبقى سهل جدا وبسيط. يعني ده معناه ان اي مريض سكر بيعمل تشيك اب كده على عينه في كل فتره حتى لو ما بيشتكيش من حاجه. احنا بنعلم المرضى كده، اي مريض سكر لازم كل 3 شهور دكتور باطنه، وكل 3 شهور دكتور عيون لو عنده ريسك فاكتور. يعني لو انا نبهته قلت له خلي بالك انا عايزك خليك قريب مني، انت بدا يحصل عندك حاجه او كذا. لكن لو الامور طبيعيه ومفيش مشكله ومفيش تغيرات ومفيش حاجه، كل 6 شهور ده رول. ده لو مش بيشتكي من حاجه. تمام. طيب انا ليه خايف انه يشتكي؟ انه لو اشتكى هيشتكي من ايه؟ ايه بقى؟ اول حاجه ان زي ما قلت لحضرتك ممكن يحصل نزيف في الشبكيه. يعني ايه نزيف بقى في الشبكيه؟ نزيف في الشبكيه يعني الاوعيه الدمويه اللي احنا شفناها في اول الحلقه دي خلاص يحصل فيها مشكله فتتفتح، فتبقى الكوره بتاعه العين جواها دم. يعني الشكل العام بتبقى في يعني العين دمويه شكلها دموي ولا من بره مش بيبان حاجه؟ هو كل ده من جوه بالظبط، يعني من بره مفيش اي حاجه، بس العين مش شايف. وبالذات لو النزيف ده جه قدام مركز الابصار مش هيشوف كويس خلاص. لو النزيف جه قدام مركز الابصار ممكن عيان، وده بيحصل كتير جدا. وانا واثق ان في كتير من المشاهدين دلوقتي حصل معاهم الكلام ده وبيطلع عندهم السكر، انه قام من النوم الصبح سحابه سوداء قدام عيني. اكيد سمعت الكلام ده من حد، من جارك، من اي حد من كبار السن بالذات. تمام. وبالذات لو مهمل في السكر بتاعه. ده اول مضاعفات ممكن تحصل. طيب ممكن يحصل ايه تاني؟ ممكن يحصل انفصال في الشبكيه، ان النسيج الحساس اللي احنا شفناه في اول الصوره اللي كان مرسوم واخد جزء يعني واخد كل العين من جوه ده، يسيب مكانه ويطلع لقدام. ده اسمه انفصال في الشبكيه. تمام. نتيجه ان حصل شد من الجسم الزجاجي، او نتيجه ان حصل قطع في الشبكيه. لو السكر مش منتظم وحصل بقى حاجه تانيه زي خبطه في العين او وات ايفر، برضه انفصال الشبكيه بيقوم العيان ممكن يبقى عنده جزء من مجال الابصار بتاعه مش شايف بيه. تمام. يعني ممكن يقوم مثلا نص العين اليمين مش شايف بيها حاجه، او نص العين الشمال، او وات ايفر، على حسب مكان الانفصال فين. طب كل الكلام ده ده مضاعفات، وده اللي العيان بيشتكي منه بالظبط. لكن انا مش عايز العيان يوصل للمرحله دي، لان المرحله دي زي ما هنشوف بعد شويه علاجها عمليات كبرى. ممكن تاخد ساعه او ساعه ونص، وبعد العمليه كمان مش هيرجع زي ما كان قبل التغير. تمام. لكن لو لحقناه في مرحلة التغيرات دي، العلاج بيبقى أبسط من كده بكتير خالص. طب